الظهر، ومع التواجد على الساعة 2 ولا ما قبل 2 كده بشوية، نازلين استفزاز إعلامي من خلال قنوات الجزيرة، إعلامي من خلال الإعلام الداخلي من بعض الإعلاميين اللي مرتبطين بهذه القوة، سواء في انتقاد النظام، سواء في طرد مطاريهم، سواء في مهاجمة الشرطة، كل ده إعلام داخلي. أجازوا العساكر تقف. طيب كويس، هل ده تم؟ تم. هل تنفذ الآخر؟ لأ. ليه؟ لأن مجرد القوات لما لقت إن الزحف شديد عليها